السماء سماؤه والأرض أرضه والجبال جباله والبحار أجراها وجعل النجوم زينة للسماء وخلق الكواكب وخلق البشر وركب فيهم أنواع الأجهزة يأكلون ويشربون ويسمعون ويتكلمون وينظرون يسبغ عليهم النعم العاصي يفتح له باب التوبة والتائب يقبل توبته والمطيع يهبه من الحسنة عشر أمثالها والمسيء السيئة بمثلها يرسل الرسل يمعن على العباد يرسل المطر ومع هذا يشكر غيره يقال فلان يهب الذرية فلان يهب الذرية والله تعالى يقول في القرآن بصريح الكلام في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يقولون فلان ينزل المطر والله تعالى بصريح العباد يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون يقولون يلجأ إليه بالشدائد والله بصريح العبارة يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يعلمون الأشياء في الأطفال من أجل الحفظ ومن أجل العين والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو من ضاع منه شيء يقال له اذهب إلى فلان فإنه يرد الضالة ويعلم أين هي والله تعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب يخالفون صريح القرآن هؤلاء أشد الناس حسرة يوم القيامة آخر سبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل للعبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه ما دام مؤمنا أن يذعن لأمره صلى الله عليه وسلم إذا أخبره بخبر صدقه وإن أمره بأمر أطاعه وإن نهاه عن أمر انتهى وإن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعبادة وجب على الناس أن لا يعبدوا الله إلا بهذه العبادة أو إلا بالكيفية التي عبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فإذا خالفوه تحسروا يوم القيامة قال الله تعالى في سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال الله تعالى في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه من تحسر في الدنيا عض على اصبعه اما في يوم القيامة فلا تكفيه اليد وانما يعض على يديه الى المرفقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا